في حالتهم نكسب تونس، لو في حالتهم نكسب، انما لو مش في حالتهم يبان في غانا، يبان في مالي كده بقى ان هم اصلا مش في حالتهم في ماتش مالي. ما ممكن يكونوا ممسوكين كويس، ما فيش حد بيزيد من تحت يساعدهم، يبقى لازم في حلول. اي الحلول دي واحد زي كهربا بيعرف يمسكها، رمضان صبحي مع صلاح بيعملوا كوره كويسه جدا جدا، فلازم في حلول. الحلول دي كان لازم موجوده. ممكن يبقى نلتمس العذر الكبر في حاجه واحده بس، ان هو كان ممكن مركز ان كهربا يلعب الشوط الثاني، بس عصام الحضري خد تغييره من بخروج احمد الشناوي والاصابه. أيوة. ده العذر، انما برضو انا ما طلعش صلاح، ورمضان صبحي اصلا بيعمل مع صلاح كوره كويسه، وتريزيجيه بيسحب الفرقه. صلاح كان ممسوك جامد قوي يا كابتن، يعني موقفين له اتنين اللي هو يتباري ده الباك ليفت وشكلهم حافظينه حلو قوي، فوقفوا صلاح يعني عدم خطورته خالص. يبقى هنفضل رمضان صبحي، اما طلع صلاح اتجهوا كل واحد يمسك واحد صح، فبالتالي قلنا برضه هجوميا. وبرضه خروج مروان ونزول احمد حسن كوكا ما استفدناش منه، انا ما حسناش منه، لازم ننزل واحد سريع بيلعب كوره، ان احمد حسن بطيء ومحطه ومفيش اساسا امداد من تحت. أيوة. هيروح له كوره ازاي؟ احنا ما حسناش برمضان ولا كوكا، تغييرين ما حسناش بيهم، احنا حسنا بعصام الحضري بس. اللي هو كتغييره. رايك ايه في عصام الحضري يا كابتن؟ وعصام ما شاء الله 44 سنه وبيلعب ومتالق وبينقذ مرمى منتخب مصر وتاريخ، يعني انا بقول عصام الحضري ده تاريخ، ويبقى افضل حارس في تاريخ مصر على مستوى الارقام والانجازات والبطولات، وايضا في مستوى السن كحارس مرمى و44 سنه وبيلعب بطوله امم افريقيا. امبارح كل الوكالات العالميه والصحف العالميه اشادت بعصام الحضري، الا احنا هنا في مصر يعني برضو كان في موجه من الانتقادات، يعني رغم ان الراجل ما شاء الله متالق ومميز، وهو برضو يعني مش ذنبه إصابة الشناوي أو إصابة شريف إكرامي. عصام الحضري نتكلم الأول شخصيا، يعني لازم نحييه ونكبره قوي إن هو بيحافظ على النعمة كده. عصام الحضري حاسس بالنعمة اللي هو فيها، فعشان كده بيحافظ عليها بكل ما يملك من قوة. أي فدي يعني عايز اقول لك نرفعه بيها ولا ننزله بيها؟ نرفعه لانه بيحافظ على النعمه كريم. في لعيبه احسن من عصام الحضري مليون مره مهاريا بتلعب كوره او حراس مرمى افتروا على النعمه بطلوا بدري. فعصام الحضري بيحافظ على النعمه دي اول حاجه. كرويا بقى طلع لي حارس مرمى عنده الإصرار والعزيمة والقوة والتدريبات والروح بتاعت عصام الحضري في مصر. ما أعتقدش حد عنده القوة دي والخسسان ده. عصام الحضري خس كم كيلو؟ ده إرادة غير، ده الواحد بيجي له خمسة. أنا ما بشوفه بقى بخاف. عصام الحضري خس جامد. أنا بشوفه بخاف، بقول ده عيان في وزن مثالي. اتضح إن هو لأ، عامل دايت، عامل رجيم قوي جدا علشان يلعب التمرين. كاس عالم. أي. كنت بحج معاه سنة 2010، من سبع سنين. 2010-2011 كنت بحج معاه انا وربيع ياسين ومحمد عماره وهو، فكان الناس كلها بتنادينا ان احنا انا كاس عالم وانا وربيع، انما هو وعماره بطوله افريقيا بس. فكان يقول لي انا هلعب لغايه كاس عالم عشان ابقى زيكم، هلعب لغايه كاس عالم. يا عم انت خلاص، انت 38 سنه. هتلعب فين؟ بص 38 سنه هتلعب فين يا عم؟ قال لي هلعب وهتشوف. فكل سنه بتزيد احترمه اكتر، كل سنه يلعبها احترمه اكتر. لغايه ما دلوقتي الناس بتنتقده في مصر، يعني احنا هنا، هل احنا في مصر هنا الناس بتزهق؟ يعني مدرب يمسك مثلا منتخب فتره ولا يمسك نادي فتره كبيره ويحقق نجاح والكلام ده، الناس بتبدا مستنيه له يقع. واحد زي عصام الحضري مثلا وصل ل 44 سنه، حاسس الناس مستكتراها عليه، او يعني عايزاه يبطل يلا، مع انه لسه قادر ولسه بيحرس مرمى منتخب مصر ولسه في نجاحات بالنسبه له. اول حاجه اتكلم بصراحه ولا مفيش داعي؟ لا بصراحه، لا مفيش داعي. ليه؟ الناس هتزعل. لا قول يا كابتن، احنا عايزين الصراحه. بص، اول حاجه الناس مش بتزعل ولا حاجه، احنا عندنا هنا في الكوره اعداء النجاح. يعني مثلا ايه بطوله 2006، مين مدير الفني؟ حسن شحاته، كابتن حسن شحاته، مش كده؟ قالوا لا، اصلها بتتعمل في القاهره، استاد لعبوا في استاد مصر، استاد القاهره بس، ما طلعوش بره، فلازم يكسبوا. ولا حسن عمل حاجه ولا اللعيبه عملت حاجه. رحنا رايحين ايه، انجولا مش كده؟ لا اغانا، اغانا 2008 عملنا ايه، خدناها.
لا لا ما معاه ابو تريكه وبركات ومش عارف ايه. لا 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 ما بيحبوش النجاح. ان عندنا نيجي 2010 كله يا كابتن البعض. ما انا هتكلم على 90%. ايوه 90% مش اقول 50 و50. لا ما بحبش النجاح فعلا. اللي احنا بص في اوروبا وامريكا بيعملوا ايه؟ بيصنعوا نجم. انت عندك نجم بتخفسه. وهديك كذا مثلا. نيجي 2010 قال لك لا لا ولا حسن ولا الفرقه ده جده. لولا جده ما كناش يعني كل التعب اللي بنتعبه دوت مفيش حاجه لينا خالص. فده اهداء النجاح. مش عايزين مش عايزين المدير الفني ولا الجهاز ولا اللعيبه تنجح. احنا عايزين زي لعيبه كاس العالم. فين هم دلوقتي؟ كلهم متفطسين. كلهم ليه؟ ده وصلوا للعالميه. اللي هو الجيل بتاعكم. الجيل بتاع كاس العالم كلهم. لا دوسوا عليهم شويه. اللي واخد حقه واخد حقه بايده. سكان شوبير ولا مجدي عبد الغني واخدين حقه بدراعهم. مش هم الناس عايزاهم. لا ده هو بدراعه واخد حقه بدراعه. دي معروفه. انما اللي مش واخد حقه شوف الكاس كاس عالم بدرجه تانية. صح شاميه كان قاعد في بيته. انا اقول لك هقول لك واحد واحد. شاميه كان قاعد في بيته. هشام عبد رب رسول قاعد في بيته. ربيع ياسين قاعد في بيته. كل بتوع كاس العالم اللي واخدين حقهم بايديهم زي حسام وابراهيم وشوبير ومجدي هم اللي يعني ايه بحقهم بيدرعهم برضه يعني اقوياء بيروحوا يقولوا ده حقنا ده احنا كاس عالم واحنا فبيبتدوا يخافوا منهم يتفضلوا. فهم كويسين فبينتجوا. فاهمني؟ انما هم الباقي بقى ما ياخدش على يخفسهم عشان ما يبقاش في حد اعلى مننا. فدي حاجه. نيجي بقى ليه اوروبا وامريكا بيصنعوا النجم يبقى ما عندوش فكره ويدوا له فيلم جامد جدا يمشي على مستوى العالم كله حتى الاطفال في فيلم هوم الون او الفيلم بتاع اللي هو خد سبع اللي هو عمل سبع اجزاء بتاع اسمه ايه؟ اني واحد اللي هو بتاع الرعب دوت جوريسيك بارك والخيال بتاع الديناصورات. لا لا بتاع الخيال. المهم هاري بوتر. ايوه ايه؟ هاري بوتر. هاري بوتر دولت اطفال بقوا نجوم ولا مش نجوم؟ تعالى بقى حسام حسن عميد لعيب العالم وفاضل له 3 4 ماتشات عشان يبقى يعدى الدعيه. لا لا اخفز بيه الارض عميد. ايه اطلع انزل. خفز بيه الارض عشان ما يبقاش عميد. اما جه هاني رمزي منتخب مصر كاس عالم هو راجل راقي ولعب في اوروبا وعارف يعني ايه الحفاظ على النجوم. جاب احمد حسن خلاه عميد لعيب العالم. ما حصلتش من اي مدرب تاني ان يجيب احمد حسن او يجيب اي مدربين اللي هم الاجانب اللي بيجوا. لا 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 بس هاني رمزي عمل رمز لمصر ان في واحد عندنا عميد لعيب العالم. ليه؟ لعب في اوروبا. هاني رمزي ايه عمل ايه يا لحظه؟ وجاب احمد حسن منتخب الاولمبي لعبوا الماتشات اللي هي كانت ناقصاه 3 ماتشات. تناسي ولا ايه؟ فشوف ده. طب ليه هاني رمزي عمل كده؟ عشان يخلي احمد حسن. طب ليه هاني رمزي عمل كده؟ عشان راجل لعب يعني في اوروبا. عارف في يعني اوروبا وعنده حس وعنده برافو عليك فهم ان أيوة. هو يبقى في واحد مصري عميد لعيب العالم. ايوه عشان كده بقول لك في اوروبا وامريكا بيعملوا كده. انما هو هنا في مصر لا ده ناجح. لا اخفسه. لا لا هيبقى احسن من خلص عليه. خلص عليه. فبالتالي انا بقول لك كده بقى عصام الحضري عايزين نخلص عليه. ليه؟ الراجل بيجتهد وما شاء الله حارس مرمى مصر وكل الماتشات اللي لعبه هو كبير حارس مرمى مصر. نخلص عليه ليه؟ عشان اخفاء النجوم. علشان ندوس على النجوم. عشان مفيش حد يطلع علينا. عشان مفيش حد يبقى احسن مننا. دي معروفه كريم. بس حاجات انا اسف ان انا بتكلم كده. يعني انا اتمنى ان مثلا في يعني عصام الحضري ده نساعده وندعمه لازم. ونشجعه ان احنا العالم كله بيتكلم على مصر من خلال عصام الحضري. يعني شوف عصام الحضري لما لعب وهو عنده 44 سنه ويومين كل الصحف العالميه قالت لك ده في مصر حارس مرمى شارك في بطولة أمم أفريقيا. ده أكبر حارس في تاريخ بطولات أمم أفريقيا أو أكبر لاعب شارك. فدي بتدي لمصر الناس كلها الصحف في أمريكا وفي فرنسا وفي إنجلترا وفي أوروبا وفي أمريكا الجنوبية وفي كل حتة في العالم عرفوا إن من مصر في حارس مرمى دلوقتي تاريخي. فليه بنعمل كده؟ يعني مثلا إحنا نقدر نعمل التجربة بتاعت أليكس فيركسون اللي هو يقعد 25 سنة في مانشستر يونايتد. نعم. او ارسن فينجر في الارسنال. ممكن مثلا نحدفه بالطوب بعد ثالث سنه. لا 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 احنا ما عندناش. وهو كان بياخد كل البطولات. معظم البطولات كان معظم البطولات وعمل اجيال في مانشستر يونايتد جدا جدا. وهو اللي عمل. انا بصراحه طلعت يعني عليه. طب اقول لك حاجه. ارسن فينجر ما كانش ما بياخدش بطولات بقاله 10 12 سنه مع وقاعد برضه وقاعد ولا حد يقدر يتكلم لغايه ما هو قال كفايه بقى انا ايه هاخد حد مكاني عشان عايز افضل الاداره لان هو مساهم في النادي. فاهمني؟ فالموضوع صعب ولذيذ يعني. عندنا احنا صعب جدا. طيب ما اتكلمتش على مصر. انت قلت لي محتاجين نهاجم اكتر. عندنا ماتش اوغندا. شايف نلعبه ازاي يا كابتن جمال؟ بص انت قلت حاجه جميله جدا. مفيش حد جاي من ورا يكمل مع الثلاثه اللي قدام. احنا لازم عندنا كثافه عدديه عشان نعرف نجيب جول. اصل واحد لواحد كثافه عدديه. احنا معانا الكوره
طبعا كثافه عدديه هجوميه. انت شفت عبد الشافي واحمد فتحي زادوا كم مره في الماتش؟ ولا مره. لازم عند... طب لو احمد فتحي زاد او عبد الشافي زاد هيبقى في حلول لمحمد صلاح وتريزيجيه يبقى في محمد صلاح وتريزيجيه وعبد الله ومروان وعبد الله يبقى خمسه. انما لا ده 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 تريزيجيه هو اللي بيزيد وصلاح نازل شويه عشان لو اتقطعت ادافع. انت بتدافع والكوره معانا. نفس الحكايه عبد الله سعيد بيدافع والكوره معانا. يا عم روحوا اعملوا الكثافه وارجعوا دافعوا بعد ما تروح الكوره. فاحنا محتاجين كثافه عدديه ومحتاجين حد جريء بقى زي كهربا ورمضان صبحي بيعرف يمسك كوره وجريء يخش 18. محتاجين حاجه زي كده يعني. هنعمل كده في الماتش الجاي؟ مستر كوبر هيعمل كده ولا هيبقى متحفظ برضه قلقان ان يخش في مرمى اهداف؟ هم صعبوا المأمورية قوي يا كريم. بالتعادل المالي دي صعبوا. بس خلي بالك كابتن تعادل يعني نتيجة كويسة يعني مقارنة بقوة المنتخب المالي. أهم حاجة ما تخسرش. أنا معاك بس دلوقتي لو أوغندا كسبت مالي غانا لو غانا كسبت مالي بقت ستة صعبت وأنت تعادلت بقت اتنين. لو مالي كسبت بس أوغندا خلاص صح هتلاقي نفسك بعيد. فصعبت الموقف عشان كده هيلعب بنفس التحفظ. وانا بقول لك هو هيلعب بنفس التحفظ لغايه ما يعتمد على الاربعه اللي قدامه والثلاثه اللي قدام يجيبوا اهداف. عندنا القدره اللي احنا نفوز على اوغندا يا كابتن؟ احنا لسه ما شفناهاش وتعادلت مع غانا. خسرت من غانا 1-0 لا في تصفيات كاس العالم. وخسرت من اوغندا من غانا بايه؟ ضربه جزاء وخطا من المدافع. فانا بقول لك لسه ما شفتهاش لسه ما لعبتهاش. لسه ما شفتش هل هي جريئه هتبقى جريئه على مصر ولا هتخاف من مصر. ايوه فمالي كانت خايفه في البدايه وبعد كده لقيت مصر الموضوع طبيعي فبدات تهجم. طيب حضرتك لو مدرب منتخب مصر هتغير التشكيل ولا تغير الطريقه؟ يعني تلعب ازاي؟ لو انا مدرب هغير انما هو ككوبر هتغير افراد ولا طبعًا. تغير طريقه اداء جوه الملعب؟ اغير طريقه طبعا اغير طريقه طبعا. لكن هتلعب بنفس التشكيل؟ لا هو لازم بقولك لازم يلعب حد يمسك كوره زي كهربا جري كهربا او رمضان صبحي على حساب مين؟ يعني نخلي عبد الله سعيد شويه عبد الله السعيد سعيد شويه وتدخل مين في العمق رمضان ولا مين ولا تريزيجيه في العمق يعني مكان عبد الله في الحته اللي هي بتاعه عبد الله عارف انا بقول ايه يا كابتن هو كهربا ميستو حاجه كهربا ميستو ناحيه الشمال رمضان صبحي ميستو ناحيه الشمال انت دلوقتي انت متابع كهربا وبشوفك بتتابعه في الدوري السعودي كل جواله بيجيبها منين؟ من جوه ال 18 ست ياردات بيخش جوه بيبقى مهاجم تاني مع احمد العكايشي في اتحاد العكايشي بيلعبوا بالشمال لما كهربا يبقى فين؟ بيبقى جوه الست ياردات بيجيبها جول اما بتلاقي من ناحيه اليمين كهربا جوه الست ياردات اذا هو دايما بيبقى ورا باسم مرسي في الزمالك ما كنت ماسك انا الزمالك كمدير كوره كان دايما بيبقى ورا باسم مرسي نعم بيلعب الشمال بس ساعات بنخلي كان حمودي او ايمن حفت شمال وهو ورا باسم مرسي رايح جاي ورا باسم مهاجم تاني بس واخد خطوتين ايوه لورا. فهو كهربا يلعب مكان عبد الله سعيد رايح جاي انا مش بقول عبد الله سعيد يقعد انا بقول لك انا عايز حد